الأورومية والأمهارية، وأيضا أنا محدثكم سأكون متحدثا باللغة التجرينية، وسنبدأ الحوار، وأيضا ستظهر الأرقام على الشاشة. من له استفسار من المتحدثين بهذه اللغة سيتواصلوا معنا، وإن شاء الله سنبدأ. أخونا عبد المنان، عرف نفسك. جزاك الله خير، حياكم الله. الله يحييك. من مكتب الدعوة بأم الحمام طبعا. نعم نعم. إيه نعم. طيب. اللغات التي تتحدثها الشيخ؟ الأمهرية والأورومية إن شاء الله. إيه نعم. وإن شاء الله الآن سنبدأ باللغة الأمهرية. هذه اللغة يتحدث فيها عدد كبير، وأيضا اللغة الأورومية. كما عودناهم المشاهدين، دائما نتحدث عن أن يعرف الإنسان لماذا وجد في هذا الكون ولماذا خلق. هذه مهمة جدا، وكثير من الناس لا يعرفون هذه المعنى. نريد منك أن تبين هذه المعلومة. طيب، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودنا يتكبراتشو وندموتشينا أتوتشي ود تملكاتوتش بيالا تشوبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله شيخاتشن دتأيكين. نعم. لك كزيو بفيت دنبروت بروغاموتش. الحمد لله زاريم. نعم. بسوف كاد زاريم تقنعين تنال. الحمد لله رب العالمين. عندما يتوقعوا يه بروغرام يمياتو كرو عنده اسلمنان بمبرارات بتلاي دقمو ليلوش من التكتايوش يهونوت سل اسلمنان عندي الردونا اسلمنا لاي من سو جنبروش قلس عندي هونو لما درقنو تراتهاتشن كذبا فيت ينبروت بروغراموش لاي بزو سووش سلموال الحمد لله رب العالمين ودو اسلمنا يقبوها اللو ثلان تمان دون دماتشن اسلمنان تكبلو نبر الحمد لله رب العالمين زارم إن شاء الله قديك قدم شيخاتشن دطيقين سو لجوتش تفتربت حكمة ويدقمو تبابو من دنا ويميلونو الله سبحانه وتعالى ما ننجاوم نقر سيفتر ويدقمو ما ننجاوم نقر سيادرك تبابا اللو عندي هو هذا اللم مالتنو الله سبحانه وتعالى قرآن لي إن الله حكيم بزبو توش لي تبابا نيا عندهوننا ما ننجاوم نقر لي يعني بتبابو عندهون مالتنو مياس قنجاوم يهون عندي هو دقمو مفتروتهم عندي هو دقمو ميوتهم ما ننجاوم نقر الله سبحانه وتعالى بابونو مياس قنجو مالتنو تاديا الله سبحانه وتعالى إن يعني أس قنجن أزي مدر لايك آدم سور الجوش أزي مدر لايك فتبتروا أنستو سكاون درسم لو دفيتم سو لجوتشن ياسغن يبت وانو تلك وطباب السون ببتشن ينت اندي قزوت يمينو ايننم الله سبحانه وتعالى قرآن لاي تكسو لنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اني سونم اغاننتنم لمنم الفتركم إلا ليعبدون اندي قزون ينجي لالله سبحانه وتعالى اي ليوحدون السون ببتشن ينت اندي قزوت اندي عملكوت مالتنو ايهنو سو لج يتفتربتنا እዚህ ምድር ላይ የተገኘበት ምክንያት ማለት ነው ኢባዳ ስንል ብዙ ነገራቶችን ያጠቃልላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወዳዘዘው ነገር በመሄድ እሱን መገዛት እንዲሁ ከከለከለው ነገር ራስን መቆጠብ ሸሪዓው ባስቀመጠልን እሱን በመናመልክበትን መንገድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በነገረን መሰረት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባሳዩን መሰረት ተከትለን እናደርጋቸው ኢባዳ ማለት ነው ለዚህ ነው ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰው ልጆችን የፈጠረው እንጂ ዝም ብሎ አይደለም ለተራ ነገር አልፈጠራቸውም عنده ديزنانو زمانات دي ألف ويدقمو إدمين دي أسكو طروا دلم لا تلك علامانو الله سبحانه وتعالى يفتراتشو هي تلك علامة دقمو مش الرشاو يا مارنو السوني إن علامة يا موالاسو مش الرشاو يا مارنو ميهونو مالتنو الله زنبلو دلم يفترو ليلة آلة من إلى الله سبحانه وتعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إينا لا ترجعون إن أنت زنبلاتشو يتفتراتشو هنا عنده لجعوتا لوازانا قري يتفتراتشو هي مسلاتشو هل ወደኛ ማትመለሱ ይመስላችሁ አልታስባላችሁ ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لا አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛን የፈጠረው ያስገኘው እንዲሁ ለዋዛ አይደለም ማለት ነው ለትልቅ አላማ ነው ኢንሻአላህ ወደ በኋላ ላይ መልሳለሁ جزاك الله خير نعم جزاك الله خير طبعا كان يشرح الشيخ حكمة الخلق الإنسان وإن شاء الله إخواني المشاهدين سنعود بعد فاصل قصير والسلام عليكم دعوتنا إلى الرحمن لرب واحد ديّان بموعظة وإحسان وجنب لين وحنان بها نلقى سعادتنا ونلقى الروح والريحان أشهد أن لا
إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله دعوتنا إلى الرحمن برب واحد ديا بموعظة وإحسان وجنب لين وحنان بها نلقى سعادتنا ونلقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بكم إخواني مجددا بعد هذا الفاصل القصير، وشكرا لكل من عمل في خدمة هذا البرنامج وخدمة الدعوة سبحانه وتعالى. 2137 هي ثمار جهودكم جميعا وجهود الإخوة في هذه القناة الطيبة المباركة من هذا الكلام الجميل، والعدد حقيقة أظنه زاد في خلال اليوم، لكن هذا خلال إحصائيات اليوم يوم الأمس. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيهم. كنت الشيخ عبد المنان تتحدث عن اللغة الأمهرية، عن الحكمة من خلق الإنسان، وسنبدأ فيها الآن، سنكمل أو سنذهب للأرومي؟ نذهب للأرومي. تفضل يا شيخ. طيب جزاك الله خير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. كبجمتو توبلي وانكي وبلي تيوانتو ادو مجرتانيتي نجيني ربي سني وجه هجراتو إن شاء الله أكو مشيني نقافة واهي إلمنا ما إتي أممي سببا إلمنا ما إتي أممي إلى السيتي دايك أمراس أفريف أفان أماريفاتين كان دبرسيني أفان أرموتين إن شاء الله دايك أمراس أف جدا في دي ربيتين ربي سبحانه وتعالى وان أمو كيستي وان هجتو كيستي أكسما وان أبمشيسو كيستي وان مرا كيستي سببا كبا سببا قهاتي ربي سبحانه وتعالى قرآن كيست ربي سبحانه وتعالى وان مرا سببا أكاقل وفي أكسما أموتو kayo guddan akka umu kamo kayo guddan akka argamsi su dubbate jira kanaaf ilmi nama kuni jalqaba ero adam umu murra kase hanga ma tille fundura tille umu isa kayo guddan rabbi subhanahu wa ta'ala qur'ana kisatun ibsa jira surah dhariyat kisati wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jira ilma namati fi jinni li wan birat fi umne hana gabbarani male hana tokchum sani male gabbartin kum male wa rabbi subhanahu wa ta'ala ajaje jaladeemun akkasum wan ra dorgamun akata rabbi subhanahu wa ta'ala nu ibsin akata nabiyyi alayhi salatu wassalam nu fidani jaladeemun jechu akkasum aabiro kesatti li rabbin akkan anta ba nakkanun umne kayo gudda fa kanu umme dubate jira afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un rabbi subhanahu wa ta'ala silan yaddani isin أكنوا من وان أممتن تبقى فان أممتن وان أرجم سيفنتن يسنت فكاثا وان جرك هنا ديبن يسنت فكاثا جرا ديبن سجرا جت جرا ربي سبحانه وتعالى كام فان تجرا إلمي نما كوني كايو قدا أممي ربي سبحانه وتعالى ور كايو سنجل مانجا ونواتاش يسو بودر التدبي إن شاء الله. جزاك الله خير وبارك فيك. طبعا نريد أن أذكر إخواني وأخواتي الأفاضل أكارم أرقام الدعاة تظهر تباعا على الشاشة لمن أراد الاتصال على أحد الدعاة وباللغات المختلفة اللي ظاهرة على الشاشة. ايضا سنكون معكم على لمن اراد الاتصال ونطق الشهاده على الهواء. اذكركم اخواني واخواتي ايضا اذا عندكم احد الان يتحدث باحدى هذه الثلاث لغات ارومي امهري او تقريني يتابعنا، يعني تعطونا فرصه يتابعنا او تتصلون تذكرون كل من يتحدث باحدى هذه اللغات ان يتابعنا ويكسبوا الاجر. الشيخ صالح ساذهب اليك، هي قضيه هامه الحكم من خلق الانسان، وقال الرب سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لهذا وظيفة الإنسان في هذه الحياة وعبادة الله سبحانه وتعالى، وهي الحكمة من خلق الإنسان. أريدها باللغة التكرينية. جزاك الله خير يا شيخ. جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. حجي خمس قرب كقلت الزنحية حاونا عبد المنان مالتيو
ودسب أبز الدنيا زي أبز عالم زي ما تيزلو نعبي قداي مالتيو مخنياتو إذا عالم زي أزلنا نتوسنا جزي أمالتيو بدحريو دمت كل أي عالم نويح زخانة مش أرشا زي بقولي مالتيو اتخال أي عالم دماني مش أرشا زي بقولو رهوان سلامن كسانة تنزلوي ويد ماني تأجمن شجرن مع تنزلوي مالتيو انتي مالتيو أمان زخانة بسماياتن بمريتن زفت رحاد وقوي تازة أمان سب إذا سبزي مواقلو من بريئو أب سلام وفي تازة لوك نبريو كحاد زخانة دماني زخلو سماياتن نار أي مريتن دار أي فطوراتن نار أي دماني بزون فطورات زي أتهم زخحادة دماني أب حاو جهنمي أتو مالتي سلزي أب زد دنيا زخلخة عبي عدلي زلكا مالتي الله سبحانه وتعالى نعانا أمسيونا زلو أب زعالم زي زورمو زورمو سؤلك مالت عالم زي بلو أيكونن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثائب مالتيو يمسلكم دو سؤلك ميسيو سب ولعيلو دتأفو دو يمسلك أيكونن انتا يدعاني بزوح نقرات اللو دحرموتوين زحتتلو مالتيو سلزي انتا دعا خمزو خوينو كنفلتو زلنا قداي قداي نائمنتيو مغنياتو أبزا عالم زي وسوني خاتنبر حمسة عمد دي خاصو سا عمد دي خامية عمد دي خان دحر داني بيركا بدحريو كيج الرسيو حجيتهم كدمينا زنبورو مويتهم زلو زحلفو قيزي نوي حالو انبقار كمزن دحر كوينو نحنا نتخال اي عالم زخوننا كنسرحن كنسعرن كنفلتن قالنا مالتيو ازو قدايزي كالي لا يكونن بشللتن نتزر ايوين ايكونن مالتيو ان شاء الله هبتنمتسوين بزو تحوزتو كنزار بينا جزاك الله خير. كم حرف الزاء الشيخ مرفيع؟ ما شاء الله كل حرف كثير حرف الزاء في اللغة فعلا احيانا تجي نعم تراكيبها ايش ما شاء الله ينفع شيخنا هذه ستكون الان باللغة الأمهلية مشاركة منكما. انا حقيقة هي حقيقة قد يجهلها كثير من الناس خاصة من ابناء افريقيا وبالذات ابناء اثيوبيا، وهي ان علاقة اهل افريقيا وبالذات اهل اثيوبيا بالاسلام علاقة قديمة، بل هي علاقة بدأت مع ظهور الاسلام عندما تعرض المسلمون للاضطهاد والتعذيب من قريش، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، هذه قضية هامة، النبي صلى الله عليه وسلم رجل إنصاف وعدل صلوات ربي وسلامه عليه، قال اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن بها رجل أو ملك لا يظلم عنده أحد. ثم هذا الرجل الذي أنصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل عادل وحكيم، ولهذا عندما سمع رسالة الإسلام مباشرة الرجل تقبلها، ولهذا تكفل بحماية المسلمين وقال اذهبوا فأنتم شيوم في أرضي، وكما قال رحمه الله ثم أسلم وخلف الإسلام. فحري يعني حقيقة بأبناء هذه البلاد أن يعرفوا جزء من هذا التاريخ المهم في حياة الناس وعلاقتهم بالإسلام منذ القدم، بل من يعني بواكير الرسالة المحمدية صلوات عليها صاحبه الصلاة والسلام. باللغة خلنا الآن خلنا نبدأ بالأمهري. بالأمهري عشان تصير مشاركة بينك وبين الشيخ عبد المنعم. ما شاء الله عبد المنعم. أو شيخو ندالوت مالتنو إسلمنا هي بتلك سجايالو تلك وبتلك ملكيالو إسلمنا بنبياتنا محمد صلى الله عليه وسلم يتجمر سايهون ينبياتوش فلقنو نبياتوش يزوت يمتو تهايمانو تمندنو كتب على إسلمنا نو عندان دقيزي سووش سيتأيقو من إلالو إسلمنا መቸኑ የጀመረ ይላሉ እስልምና ከአባታችን አዳም እስከ ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስከ መጨረሻ ሁላቸው ምንድነው ለአንድ ጌታ ነው የሚገዙ እስላም ማለት ደግሞ አንድ ጌታ የሚገዛ ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ እስልምና ሲጀምር ማለት ነው ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዳዕዋ ሲጀምሩ በመካ ብዙ ችግር ነው ያጋጠማቸው ሁላቸው ነቢያቶች ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሴ አብርሃም ሁላቸው ስናያቸው ደግሞ የነሱ ትምርት ሲጀምሩ ሰው በተሎ ብሎ አይቀበለውም ማለት ነው ምክንያቱም የለመዱትን ሁኔታ መተው ቀላል አይደለም እና ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳለፉት ነቢያቶች ሲቸገሩ ከተከታዮቹም ሲቸገሩ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዲት ሀገር አለች ምርጥ የሆነች የሷን መሪ ደግሞ ፍተኛ የሆነ እሱ ደግሞ በአርድ ለሐበሻ ነው የሚገኝ ብሎ በኢትዮጵያ መሪ የነበሩ ነጃሺ ወደዛ ተልኮ ሄዱ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮች የነበሩና በዛን ወቅት ነጃሺ ምን ነበር ማለት ነው ብዙ መጽሐፍት ያነበበ በክርስትና ያለው ዕውቀት ማለት ተለቅ ያለ ስለነበር ሲሰማቸው እንባውን ፈሰሰ ማለት ነው ምክንያቱም
محمد يامطاون هايمانوت لك نبياتوچ موسى عيسى يامطاون تقيت يحالم تنشم يحالم ليونت يلهون بلو تقبلاچونا ان انت نصاناچو بلو سي مالت ادل سي ستاچو الحمد لله اهون يمنايو مالتنو باكبابياچنا يالو اسلمنا تقبلوال مالتنو نعم يا شيخ في اضافه يا شيخ طيب لان في جزئيه اظن اريدك تتحدث عنها تفضل يا شيخ طيب ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم انقدي وندمي الشيخ صالح اندى جلصلن درو ينبروا انقدي اسلام حبشه لاي درو نبر يغباو يعني ملك النجاشي ينبر بساعه لاي معناتنو مندنو يعني حبشه بتام تلك هاجر نبرج تنكرم هاجر نبرج لك نبي صلى الله عليه وسلم ود الله سبحانه وتعالى سيطارو يتوسنوا ثوابوچ كرساچو غا قومو نبرنا بزو ازاوچ بزو مكراوي درسو باچو نبره ፀሐይ ውስጥ በጣም ይገረፉ ነበር ብዙ ስቃይ ደርስባቸው ነበር እንዲሁ ያዩ ይገደሉ ነበር እና ይሄ ሁሉ ስቃይ ሲበረታባቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦቹን እንዲህ ነጃሺ አገር ወይ ደግሞ ሀበሻ አገር ላይ መልካ አለ እዛ ጋ ማንም አይበደልምና እዛ ሂዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መخرጅ እስኪያመጣ ወይ ደግሞ የሆነ ፈረጅ እስኪያመጣላችሁ ድረስ ብለው ሰሃባዎቹን ላኩ ማለት ነው ሰሃባዎቹ እንግዲህ ግማሹ ብቻውን ሂጅራ ያደረጋለ አንዳንዱ ደግሞ ከቤተሰቡ ጋር ለምሳሌ ዑስማን ኢብኑ አፋን በነመለከት ከቤተሰቡ ጋር ነበር ሂጅራ ያደረገው ከዛ በኋላ እዛ ሲደርሱም ነጃሺ በጥሩ አቀባበል ነበር አልহামዱሊላህ ተቀበላቸው እንዲሁም ጃዕፈርንም ጠይቆት እስቲ ከአንተ ጋር ያለው ቁርአን ወይ ደግሞ አያ እስቲ ምንድነው ብሎ ሲጠይቀው እዛ ጋር ቀራለት ያኒ ካፍ ሃያ አይን ሷድ ذكر رحمه ربك عبده زكريا ميلون سلا عيسى عليه السلام امي جلصون ايا سوراوچ سوراون انببلت كذا نجاشي بتام علقس حتى صيمو اسكيرطب درس يلالونا ولا شك يعني زي لا يطرطاري يلم ود اسلمنا مغباتو معناتنو انا كذا بوحالا انغدي كقويتا بوحالا 3 عام تكابي كقويو بوحالا ود مكه اند تملسوم تاريخ ياسايال صفا على تاريخ نو ان شاء الله باجرو لما قربك جزاك الله خير وانا جزئيه هامه ايضا يا شيخه انه قد تخفى على كثير من الناس ايضا ان النجاشي اسلم وان كان كثير يعني لا يعلم ذلك وهذه القضيه ان النجاشي ايضا حظي بمزيه كانت سنه في الاسلام اللي هي صلاه الغائب هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي النجاشي رحمه الله ورضي عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد توفي اليوم رجل صالح ثم خرج وصلى وصلى بالصحابه صلاه الغائب عليه وهذا دليل ان النجاشي اسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم وصفه ايضا بوصف انه رجل صالح ولهذا الرجل كان عدل عندما سمع رسالة الإسلام من جعفر قال يعني شهد أنها مثل رسالة عيسى عليه السلام تفضل يا شيخ نعم مالت شخون دالت نجاشي تلك سونا بر مالتنو حق سياي نكسنة تعلو حب تعلو هلو نقر علو يزي هاد دنيا تنش سلوهنش يبو دنيا نقر التتعلم مالتنو اندياوم نبياتشن محمد صلى الله عليه وسلم مسكروا اللت رجل صالح حالت صدق ينبرسو تككلين ينبرسو نوتو بلو عند سنة اللي بإسلمنا لمجمريا قزي يتسرعو مالتنو يوم تسو يسجد اللتال دعا يدرق اللتال مالتنو الله سبحانه وتعالى يالفون هاتياتو مهرتن دي ستو مالتنو إنا السو بإيتوبيا بأرض الحبشة يوم تي نبياتشن صلى الله عليه وسلم دغمو صلات الغائب دغمو سجدولت يي مندنو يمياسايو تلقنتو يي سويو انا سو كبرتو بمندنو كتباله بامنتو نو بمينورو هونيتاو بلبسو ويم دغمو بغيت اغيت بدنيا يمينورو سايهون بامنتو نو ميزانو يسو مالتو نو انا الله سبحانه وتعالى بالقران من يلال ان اكرمكم عند الله اتقاكم كبرت يالو سو ود الله سبحانه وتعالى زند يبلط سو ما نو كتباله حبت يالو بيتش ايدلم ويم دغمو يونه يتمرط سوچ ايدلم لا بامنت امنتاچو تنكارا يهونو سماياتنا مريت ايتو فطوراننا ايتو لاند املاك يمياملك سو يهنو مرط يهونه انا نبياچن محمد صلى الله عليه وسلم مسكرولت يه تلك يهونه بارض الحبشه تلك فنان تلك مالت كبرت يميسطو سو ما نو كتباله نجاشي نو نعم ان شاء الله جزاك الله خير فبرجع اشتغل من هنا بس ابغى الكلام اللي ما يعني ما سبق كله يذكره بالارومي بس عاد لا تشرح عشان ابغى تقريني برضه يا شيخ تفضل يا شيخ طيب
بسم الله الرحمن الرحيم وبليونك يا كبجمتوتا وبليتوانتو كسما ان شاء الله ريف قافين واهي اسلامان حبشاه وكان بيا كينيا حال كمين سيني وكان يوكم يروكم سيني واي اسا الى السيدي كو حسوني تري افانا معرفاتين افانا رموتين هم مرتاي دقيق امراسف الربا ان شاء الله اسلامان كم بكمو بيوتكم وزون سينين درا نبيك عليه الصلاه والسلام يرو ارغمن كيستي قرا ربي سبحانه وتعالى توكيتاي رو من صحابته وجين نموت مراسة تران كان نبيه عليه الصلاة والسلام هردو فنججو هاتو تيغرو نموني هردو فنسون ركولين الدادة إرقها تري صحابوني تماما تراني أدو كيساتي الأماني أكمالي نعتد وقماني وامر كيساتي واري مرتي أوداني ركو هدو أرقا تران نبيه عليه الصلاة والسلام كان أرقاني با إرفتان هنيان كان راكان كأي غرا حبشا garab yakeenna ak hijra gudan ak godanan ergan jechu nabiy ci alayhi salatu wasalam rakina ragira ega si achi tille motu najashin yo kan motichi dugasuni isan simate wan isan dufani fille irada gefate akasuma motu me qur'an rawan nabiy charat alayhi salatu wasalam bu famira nadub bisjeden ega si qur'an rasulatu maryam irat dubise jaafar جعفر يروسن كيتربيسه يروسن عمرو العاص فكاتن قريش ارجيتيتن اكجر ديبسن تاسيسون يالي قدنن سنس هنتاني في نجاشن يروسن حاله غارين انسان سمته اسن ون دفتنين في ون عيسان عليه الصلاه والسلام ارغان انسان لي توكو جديتين حاله كان انسان سمته اكست غرو غا سدي تورن ارغسي مكه تديبني ان شاء الله دقيقه مراسف بودر ولتريمنا في جزاك الله خير وياك شيخ باللغه التجرينيه تكلمت طيب حجي تذكروا شيخ نيب حق اقدس زخوني عبي تاريخ ندحري تمليسنا ندحري عشحات عمتا زخون حد مرز زخوني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زمسكروا له نجاشي زتبهلا اب ارض الحبشه نيرو نبيات كلها غزي دعوه امك جمهور كله تطح مريت هاي صنحو من عيسى تشجيرو وموسى تشجيرو كلاتهم كمو نبينا محمد عليه الصلاه والسلام كم تم زحالفوا احواتهم نبيات تشجيرهم تعبتهم من تشجيرهم كتصبهم كله ابزي غزي زي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اب ارض الحبشه له ارض صدق لهم مجمريا اندغنا دما رجل صالح مالت طعي زخونه سب دي عم الزخونه سب قال لهم هنا ابو خيدو تباهيلهم صحابه كاب مكه تصقيمو مابت بوتاتي بيصحو مالتي ما ابو مسبوصحو تتحستون اي رسول صلى الله عليه وسلم حيزو مودو موصو نجاشي مسمعو نجاشي بخيو مالتي مخنياتو تي دزاربو زلو عبي قاليو كومو دماني نايتوم نبي از حالفو بمخانو نجاشي نز گداي زي تقبلو بل كاب تزگر ما بسلمنا حاده سبوز خونه تكبار الله نحاده زموته كل نقرات وديكا مجرش خاتفانو خلخا سجدكا دو عقيركا خاتفانو ومو إذي سبزد ماني أب أرد الحبشة سلزموته النبي صلى الله عليه وسلم أمكا خوينهم بولو إذي مرز خونه سب لومي مويتو سلزلو أب تكزيزي تليفون يلن موبايلات يلن جن وحي وريدوهم كم زموته مالتهم مو النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة خوينهم أما بعب مدينة خوينهم ولا أما كخوينهم سجدهم لو مالتهم إذن إذا سبزي نكسنوتو هابتو زي تعلولو أنت هذا حق مسرعي نحق استخدتله مالتي كل أجزاء ماني حق رئيخان بحق أخذ كتلك اللخا حق حراس اللي توتس أكازو خونت كلاتنا وين حق أنياتات كن كونن حق أنيازو خونة تاريخ كن فلتن نحق تخدتل تخن كون دماني بزا أقات أمي اللابو مالتي جزاك الله خير نرجع للشيخ عبد المنان الآن أيضا بالأمهري وثم نذهب للأرم شيخنا الحبيب الفاضل يعني نريد أن نبين للناس قضية هامة وهي يعني ابتدار لحظة العمر أنا أحد الأخوة الفضلة اتصل بي اليوم وقال عندي أخت من أثيوبيا وهي مسيحية نصرانية يكون من 8 سنوات وهي عندنا وعاملها كابنتي يعني يقول وحقيقة وحرصت يعني لأنها كانت تعاملها جيد وجميل في تعاملها وأخلاقها فحرصت أن أدعوها إلى الإسلام يقول لكن المشكلة أنها قالت لي في النهاية أنا أخشى من المضايقة من أهلي ثم بعد ذلك كأنها تضايقت فيعني عندها فقال ما الحل قلت بين لها أن هذا لكم دينكم ولي لكن أنا من حبي لك وصدقي معك وإخلاصي لك أريد استنقاذك من النار فنريد أن نبين هذه القضية قضية أن الناس يعني يجعل بينه وبين الله أحد يعني حاجز إما أنه والد أو والدة أو أخ أو أخت أو زوجة أو صديق أو خطيبة أو خطيب ثم يموت وهو على غير الإسلام يكون هذا سبب في دخوله في نار جهنم تفضل يا شيخ جزاك الله خير
طيب بسم الله الرحمن الرحيم ودنا تكبراتو ودموتي ناتوتي شيخو ميلو ياو انقدي عنداند ازي هاجر لاي ويم دقمو عرب هاجراتوش لاي ميسارو سيتوش رجم عماتي سارونا ود اسلمنا مقوات ميفلق هالو اسلمنا ونياو تال كيف نم ياو تياو بيتو استقالو معاملة اخلاق بتايا زملكو ايه اسلمنا ترونا تهكلن يا همانو تمهونون يردالو نا ود اسلمنا مقوات يفلق هالو አንዳንዶቹ ደግሞ ቤተሰቦቻቸውን የሚፈሩበት ሁኔታ አለ ነገ ይሰድቡኛል ተላይ ነገር ይሰጡኛል ወይ ደግሞ ላስጠጉኝ ይችላሉ የሚል ፍራቻ ከዚህ አንጻር ይሄንን እንግዲህ ትልቅን ነጥብ ወይ ደግሞ ትልቅን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጣቸውን ምርጫ ሳይጠቀሙበት ያልፋሉ በህይወታቸው ከዚህ ዓለም ይለያሉ ማለት ነው ነገ ደግሞ እንግዲህ ሁለት ቤት ነው ያለው ወይ ጀነት ነው ወይ እሳት ነው የሚሆነው እድሉን ሳይጠቀሙት ማለት ነው ይሄንን እድል እንዴት አርጎ ይጠቀሙት የሚል ነው ሼኹ እንግዲህ አንድ ሰው ይሄንን እስልምና ትክክለኛ መሆኑን ከተረዳ ካወቀ ቶሎ ብሎ ነው መግባት ያለበት ጊዜ መቅጠር የለበትም ነገ ተነጎዳ ወይ ደግሞ እንዴ ሲመቸኝ ወይ ደግሞ ሙስሊም ሲያገባ ወይ ደግሞ ሙስሊም ሲያገባኝ ምናምን ብሎ ጊዜ ማበላሸት የለበትም ምክንያቱም መቼ እንደምንሞት አናቅም ማለት ነው ነገም ደግሞ ችግር ቢደርስበት ከሰለመ በኋላ ወደ እስልምና ከገባ በኋላ ችግር ቢደርስበት ሊቋቋም ይችላል ዋናው ነገር ምንድነው አላማው ነው መታወቅ ያለበት ማለት ነው እኔ እስልምናን ተረድቻለሁ ከምን አንጻር ለሁ ተጣቀላይ ጥያቄዎች መልስ አገኝበታለሁ ብሎ ማሰብ አለበት እንግዲህ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በአሁኑ ሰዓት በጣም በከፍተኛ ቁጥር ያኒ ወደ يعني ميقيروت حزب مالتنو ود اسلمنا نو كعالم لاي مالتنو ود اسلمنا نو ييغبو يالوت كمن انصار اسلمناون اوقوت نو كزي بفيت ينبرون امنتاچون بدن باوقو كذا بوحالا يراساچون ايهنن اسلمنا مياقوتال كذا بوحالا ييغبو بتال مالتنو مجمرا كتردوت قلال نو انديو دغمو علاماچو بتام وسانينت هالو سوون فرتو لا هون ييغبال انديو دغمو لممساسل وي لهونه تقم كال هونه تلك علاماچو ايهنن امنت እስከመጨረሻው ድረስ ያኒ እስከሞት ድረስ ይዘዋለው ትክክለኛ ሃይማኖት ነው ብሎ እስካሰበ ድረስ ሰውየው አላህም Subhanahu Wa Ta'ala ከጎኑ ነው የሚሆነው ኢንተንሱሩላህ ይንሱሩኩም ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አኔ ያኒ እስልምናን ወይ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያኒ በትክክለኛነት እስልምናውን ቀጥ አድርጋችሁ የምትይዙ ከሆነ እኔ ከናንተ ጎን ነኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው ስለዚህ እኛ በሙሉ ልብነት እስልምናን ትልቅ አላማ አድርገን ምንይዝ ከሆነ አላህ ከኛ ጋር ነው የሚሆነው ሁሉም ነገር ይመቻችልናል ያው ደግሞ የሚደርስብን ነገሮች ደግሞ ሰብር ማድረግና ማለፍ ይጠበቅብናል ማለት ነው ዘክራ هذا كان بالامهري يا نعم لان ذهب للارومي بس لو سمحت لي في دقيقه او دقيقتين يا شيخ طيب معك اتصال ابو بدر تفضل ابو بدر افرحنا يا شيخ الله يفسك الله يسعدك اعطنا سومي هلو الله السلام وعليكم السلام سومي ايوه كيف الحال كويس 100 كويس 100 ما شاء الله الدرجه الكامله ما شاء الله يبغى اسلام ها الو ها الو جاهز اسلام يبغى اسلام ايوه يلا اشهد ان لا اله الا الله ان لا اله الا الله اله إلا الله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله ما شاء الله مبروك كونجراتوليشن ما شاء الله يثبتها افرح يا ابو بدر فدعوتنا الى الرحمن لرب واحد ديّا بأن يهدي اللهم لك الحمد لك الشكر طبعا ذكر اخواني واخواتي او شيء نهنئهم ونهنئ انفسنا باسلام الاخت نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتها على الدين وكمان نذكر يا اخوان والله يا جميل لو مثل هذه العينات انها توظف توظيف جميل ايجابي يزرع في داخلها الايمان ويقوى ثم بعدك توظف تصبح داعيه على الاقل تدعو بني جلدتها يعني او على الاقل شيء اقاربها وعائلتها فالله الله في الحرص عليها والان تغتسل وتصلي الله يجزاكم الجنه تفضل يا شيخ ودنا تكبراتشو وندموتش الناتوشي زيغا عند توسنا نقر ما استوش على من نقر مفلقو ياو كتاتش متايو كتروتشن بمات النسو لاي كتروتش لاي بمدول ود اسلمنا ميقابو كالو ود اسلمنا انديقابو ليلو تشم متاقواتشو كالو داقمو يقاب بزاتشو ود اسلمنا انديقابو بتاررقو يتمرتنو ان شاء الله ود اورم ناكتر هلو وبلي وانكي وبلي تيوان توك ابتين امر ريف دوبة چاتوري واهي چارا
جروك هنا تتفيدم إلى سيتي ما لي في ربنا سبحانه وتعالى جروك أنا كيسة دنيا أنا كيسة أرقام سيجرا جرات كتيك أبنا ما لي في بريو دوني لما تدبيني تن الدنيا كنا تدبون دن دينو إيجا دوني بود أمور ربي كنا وجه والجهون كنا أولو إيجا سيمو حسابة تجرا ما نلما كوفة تجرا توكو جنة يو كان مو عذاب جت شولا يو ربي كنا تأمني ربي نؤمن سن هك عن بينت يو إيش كجبر وتاتي جرانو كنا متتي يو كفيدا نوتاتي ور جنة هترات أنا جت شو ما لي في أسرتي نمون نجارين أمنتي إسلاما كنا بيكني صداتن جارين إساني فكان يفوركي يا كريستانا توريك هاتيكي يا كريستانا وكأوبليسكي يا كريستانا بودا موتو ركونا رانغاني وكأوفتنان كباني بودا عدتها فا وانجر وفا صداتن مالف نمتوكو إسلام ما يوسرت كوبتيت نبيكي تاتي اتسينو في دوبتي جتشون كبو دايقا تكالي دبر سون كبو جتشو مالف يوم أكدونهم بينو شرى جروت فايدامو تنورا إيقما ربين ورى شرى فايدامو نهاتا سيسو يو ترى كانت فيدامين يو نما بيرول لهم فيدام سيسين بود اموتو ندامن يو كاموتو بود وزو كانا غد اي توري جچون نم فيدو كاناف ترى قبنوتي ها فيدامنو رب سبحانه وتعالى ور دغا ارغي دغا فيد دغر دغا هردو فنو اتاش جزاك الله خير شيخ نعم باللغه التجريه تكرمنا فضلا جزاك ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم طبعا تايميلوم شيخ حد حد سبات الله حجون قد مقرب كزاربات إني حانتي له لعل شو عت عمت أبز عاد استقمت أبز عباس لمنا بزح تردي أن تجذبان أنت خنقين قدي من نبيت سبع فرحة أحدراك أبز لمنا كتأتو تخل كلاي بالمالتيو كل جزية أنت علو ودسب نت أخونا الله مالتيو الله سبحانه وتعالى تمنجدي حق إن منجدي تفقات مميلنا يو بروه مالتيو مو منجد حق أنت دقيقها منجد حق أنت دق بروح كينول كان دحرت كتب لي بالكان كل أجزي نبينا يمكن من لسالنا أنا أبز الدنيا زي أبز عالم زي كندي أدت أن حزب التحساس سبا كل أجزي مسنا كله الله مالتيو مغنياتو حق ريخاي ونتحق أنت دق زي تختيل كايو تبحنا قو تزعبيت أجمن مكرانيو زل كمالتيو قل قل سبات حق ري أمو نحق ختلو زيد اللي علو نتحق ونتصاب وين مالتهم أزيهم فوليات يوم مالتهم جن حق ترديهم حق إن ده ليه وخلوا فرحة حيزهم ندحرزهم اللسو نزيهم يوم مخرز وهابو مالتي تمخرد ما تأيو الله سبحانه وتعالى فتيرو كادو له على ما أبز الدنيا زي أمس ينزلوا نعون بحطكن جزءي أنت دا أنت فتاري نسخة خاصة مايات مريتنز فتركا كالي فتاري يبلنان ده تنفسلو زلو خو استنفاس ديدون كاسق أسلو زلو خو هيودي نات كايو نابخاد ما تملي سألو خو إذا جنباري زي بيجي كان عهات زي كونون سمايات مريتنز فتركا قويتا ناب كالي أي معدوني دخوني يكون أبز عالم زي تأمر سرح زن بري يخون نبيات يخونو كومدمان دلا على مالت ملائختون انتخونو نزيو ما يملخني نحادو قويتا ايد قزا الكان ابو ختمت انكلخا الله سبحانه وتعالى وين عبي تقازو خوني ناي منفس سلام كسانة يورد الكاي مالتو تزعابي هافتي تزعابي هي ابي ازركب انتدع الكا قبل بيو قبل بيزولو تي مقرت ناي ايمان انت دا تعم كايو دماني لا اله الا الله محمد رسول الله الكا انت دا تقبل كايو شعود مزكا قسانتن شعو مزفط اريخا مستلالخا ترخبو سلام ازي كوادادر ايكلنيمو كل غزي حق انت ريناسني نزخون يخوني علماو تقمر انا ندحريت كن ملس كم زي بلنا بزي ازخخرو يزبل دلو مالتي نعم شيخ دخل برجع لك مر بس بالامهري لان بارك الله يمكن الشيخ عبد المنان ضغطنا اليوم احكي احنا إيه؟ شيخنا الفاضل طبعا احنا تكلمنا عن قضيه هامه وهي انه الانسان ياخذ يعني يكون عنده بعض الاوهام والخوف. طيب هؤلاء يا شيخ من يتخوف يعني يريد ان يسلم لكنه يقول انا خايف والله او اهلي مثلا قد يؤذوني. طيب وش الحل معي يا شيخ؟ ماذا يعني بماذا تنصحه انت الان يا شيخ او تنصح احدى الاخوات؟ هل مثلا تسلم الان وتخفي ايمانها حتى يتقوى إيمانه كما فعل النجاشي أيضا؟ نعم وشيخه من دنو يميلو يالو مالتان داند سووش حق إيايو تككلن يامن قد إيايو فرا چاي إيزا چوالنا ودوها لا يملس هالو برغت بزيها الدنيا هلت عينت سووش هالو عندان دوشو حق إيايالونا قلت يهونا نگر يدنيا تقم سلمي فورو حقون أي كتلم لحق مكتلم ما يفلقوا هالو مالتنو النزيا
የነሱ ቅጣታቸውም የውመል ቂያማ ሀቅ አይቶ ለሀቅ የሚጻረር ከሆነ ይሄ ልዩ ነው ማለት ነው። ግን አንዳንድ ሰዎች በጣም ፍላጎት ያላቸው ሀቅ ያዩ ለሀቅ መከተል የሚፈልጉ ግን የሆነ የቤተሰብ ጫና ይፈራሉ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ያላቸውን ንብረቶች እንዳይዘረፉ ይፈራሉ ማለት ነው። ዋናው ትኩረት መስጠት ያለብን የዚህ አዱንያ ለጥቂት የተወሰነ ጊዜ የምንኖርባትን ለዛ ማየት የለብንም። ማየት ያለብን መጨረሻ የሌለው ድንበር የሌለው አላህ ከሞት በኋላ የሚጠብቀን ነገር ለዛ ነው ማየት ያለብን። ክርስቲያን ይሁን ሙስሊም ይሁን የሚያምንበት ደግሞ ሁላችን የምንስማማበት ከሞት በኋላ ሰው ይነሳሉ፣ ተነስተው ደግሞ አምላክ ፊት ይቆማሉ፣ ጥያቄዎችም አሉ ማለት ነው። ይሄ የማያጠራጥር ጉዳይ ምንድነው? ትክክለኛ እምነት የሌለው ሰው ድህነት የለውም ማለት ነው፣ ሊድን አይችልም። እና ይህንን ጉዳይ አይተ ትክክለኛ መንገድ አይተ ወደ ኋላ መመለስ የለብህም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ደግሞ ወንድማችንም አብዱልመናን እንዳለው ማለት ነው ይረዳሃል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሁሉ ጊዜ ወደ ጌታው የቀረበ ይችን ዓለም እኮ የምንቀሳቀስባት ያለን ማለት የምናስተንፍሰውም ትንፋስም ሳይቀር ሁሉ የማን ነው? የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነው። እና ወደ አላህ ከተመለስከ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስለሚረዳህ ወደ ኋላ ማለት የለብንም ማለት ነው። ናም ይሻል أنا أصبح تفرق بين الأمهري والتجريني. ما شاء الله. التجريني كله الزواج يا شيخ. ما شاء الله. عنير السلام عليكم، على اتصال يا اخوان. هلو. هلو. هلو السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ. كيف الحال؟ كويس 100 100. ما شاء الله 100 هذا ما أنت بالغ القمة ما شاء الله، الله يوفقنا وياك لطاعته. 100 100. كويس. ويبغى إسلام 100 100. آه. ما شاء الله خل الدعوة اليوم كلها 100 في 100 إن شاء الله تسلم وتكون إن شاء الله من الناجين. خلاص جاهز ready؟ yeah. أوكي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رسول الله. ما شاء الله مبروك congratulations ما شاء الله. عمر فدعوتنا إلى الرحمن لرب واحد ديّا بأن يهدي بك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله يثبت. السلام عليكم. الله يثبتها ويوفقنا. عند نطلع سم تامر أمر يا أبو بدر، نطلع الفاصل ونرجع نواصل، بس كونوا على معنا إخوان، اتصلوا بالأرقام أو يعني للدعوة أو نطق الشهادة. كونوا معنا يا إخواني. بها نلقى سعادتنا ونلقى الروح والريحان. الآن ولعملاء شبكة المجد في السعودية، جدد اشتراكك لمدة عام فقط ب 555 ريال سعودي، أو جدد اشتراكك لمدة عامين فقط ب 888 ريال سعودي. يمكنكم الاشتراك عبر جميع موزعي المجد في السعودية أو عن طريق نظام سداد. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة. على طريق النور تمضي بنا القوافل، مهما يطول الليل بهدينا نواصل. يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كل مسلم داعية، بلغوا عني ولو آية. ويستطيع الإنسان أن يكون داعية في كل مكان حينما يسهم في هذا المكان ولو بسهم قليل. مراكز الدعوة والإرشاد ودعوة الجاليات في المملكة العربية السعودية هبة ربانية، شاء الله عز وجل في هذا القرن أن تولد، وفي فترة قصيرة توالدت ولله الفضل والمنة وتكاثرت فأصبحت في المدن والقرى والمناطق البعيدة والقريبة، وهذه نعمة من الله عز وجل. ومن أجل أن تعمل هذه المراكز فلا بد من استدامة المالية، فالمال هو عصب الحياة. ومن أجل أن تبلغ هذه المراكز هذه الاستدامة المالية
فإن هناك عبادة عظيمة حرص عليها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم حين حثهم على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الوقف. الآن بيننا وعندنا هذا المركز، مركز الدعوة والإرشاد ودعوة الجاليات بحي الروضة في الرياض. هذا المركز الذي لا يعنى فقط بدعوة الجاليات، وهذا واجب عظيم وفرض كفاية، وكفونا جزاهم الله كل خير بهذا العمل العظيم، بل يعنى حتى بشباب بلادنا في فترة أنا أعدها من أكثر الفترات أزمة في توجيه الشباب وحفظهم من كثير من التيارات التي قد تتخطفهم يمينا وشمالا. في هذا المركز يجد المسلم الجديد حقيبة يتعلم منها، كما يجد أيضا الشباب عددا من المناشط التربوية الرائعة والمتميزة والتي تمتاز بالتجدد وقدرتها على اجتذابهم. كل منا يستطيع أن يكون جزءا من هذا المركز وهو في بيته، حينما يقدم شيئا من ماله لله عز وجل في هذا الوقف الخيري، والذي يجمعه هذا المركز من أيدي الأخيار، أيدي الصالحين والصالحات الذين حصلوا على أموالهم نقية طاهرة، فيباركها المولى عز وجل. على طريق النور تمضي بنا القوافل، مهما يطول الليل بهدينا نواصل. بها نلقى سعادتنا ونلقى الروح والريحان. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا مجددا بكم إخواني وأخواتي محب الدعوة، بل أنتم دعاة الله سبحانه وتعالى. الأرقام ظاهرة أمامكم، من أراد الاتصال بأي لغة من اللغات الظاهرة، من أراد نطق الشهادة يتصل وينطق الشهادة على الهواء على أحد الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة. شيخ، طبعا أذكركم قبل ما أذهب للشيخ عبد المنان، أذكركم معنا ثلاث لغات، وهي لغات اللغة الأمهرية والأرومية والتقرينية، يتحدث بها أهل أثيوبيا وأهل أريتريا. نعم. نعم، فإذا عندكم أي واحد وتعرفون أي واحد ذكروه أنه يتابعنا الآن أو تتابعنا، ويفتح الله بصره على قلبها، أو على الأقل إقامة الحجة عليهم وإبراء الذمة من الله سبحانه وتعالى. شيخ عبد المنان، نفس القضية اللي تحدثنا عنها قبل قليل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أرومي طبعا. أرومو. طيب. أرومو. أبلي وانكي أبلي توانتو كبجمتوتا إن شاء الله كابتي ريفي را حاسايا توران واهي نمني توقف كينيف إسلام ما كابتشو في وكامو إسلام ما تسين في برباده صداتشو أكاسم أموتو يروي تسين اللي أمو مالغو تشو كابا إساجر وراء كابتين مراسة أفانا معرفة دبرسا توراني نمني توقف أكمو بيكامو إسلام ما حقيقة إساو كان لغا إسا إيغا هوبا تيبودا ittisenu tusra egama deega ta kale dabar suhin kabu charra kabutti fayedamu tu irra egama ega islamumati sene amu islamumati senu salpada islamuman icciti wahin kabu wonni marti isa ifa hala salban hubachu danda islamuman won dokati to kolle injiru jaccu qur'ani rabbi buse kunama marafu ifa hakka fedetti dubise hubachu danda jaccu kamotu dage hubachu danda kana islamumati yo kasenu جتشون لمن شهادة يو كان جتشون رجا ربي توكي تمدك وجا كان جبر مأكنجر نبي محمد عليه الصلاة والسلام إرجمته إساني إجمير كنيسة كيس إسا كوني كل كلهم مارجة جتشو شرك الرا وأم مر الرا ربي تيجوتهم سر روان كان عندورة تر الرا كل كلهم ماك قلبي أرجعته في اتصال اسمح لي. السلام عليكم. هلا. هلا، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. How are you sister? I am fine. And you? Alhamdulillah. Doing great. What's your name, sister? Gladys. MashaAllah. You are from Kenya? Yes. MashaAllah. And you are ready to be a Muslim, my dear sister? Ready to be a Muslim? Ready? No doubt? No doubt. No hesitation? No hesitation. Alhamdulillah. Nobody force you for that? No, God forced us. Alhamdulillah. So just follow me. Say, Ashhadu. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. MashaAllah. Mubarak. Congratulations, sister. May Allah bless you and guide you. فدعوتنا إلى الرحمن برب واحد ديّع.
بأن يهدي بك الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا أخواننا سعادة وفرحة، هذه الكلمة كلمة عظيمة يعني، وهذا تبين جانب مهم أريد المشايخ التحدث عنها بعد قليل من جوانب عظمة هذا الدين. شوف قبل ثواني هي غير مسلمة، في ثواني بسيطة تنطق الشهادة وتصبح مسلمة، لها ما لنا وعليها ما علينا، وهي أخت لنا في الله سبحانه وتعالى، والرب سبحانه وتعالى يفرح بهذه التوبة، نسأل الله يثبتنا وياها على دينه. تفضل يا شيخ. طبعا سنترك القضية هامش، أعود لك يا شيخ. تفضل شيخ. كناف أبو ليونك يا أبو ليتيوان تو أكمري فرقتان الحمد لله رب العالمين كنو قرأ من تسلاما سيناجرني ربي سبحانه وتعالى جراك أنا كنف جتشو ربي سبحانه وتعالى ورق قلبي إساني كان أني إساني كان لا في سيف ملي كناف ورق لا في هنجر جتشو نمون نكونين أسماء أقلي بيكن ربي قلبي إساني إسان كفا ربين قلبي إساني يعني بنو جنة كبير الله أكسم أجر إسلام حسينني ربين إبدر رئيسان هذي بيسو ما لي في كابتن رف دوبنتي تدابنا إن شاء الله ما لي نسونيس نمني توكو إسلام ما كيس نواني صداتو في روغري يرو هدو صدا يوكا إيجي تسين بودا ركون الرجها يوكا مو نمني نت كيسا وري كي نت كيسا نت فتا يوكا نعرب سا يوكا نمنا وجد أبد هم كابو وأنا كسيفة أتجرى كوني beka mata namni tokko haqarra o kajiraatu taate yero kamuyu rakkolen adda adda isatu kun nin olu jechu kana maltu barbaachisare sabritu barbaachisa kuni ir aghla shay tazawas tayyib dinin islam ma kuni kan amantin kuni ir rabai qali wante wan sila nafsi kenna akka hagadan denen yani nafsi kenna olu jechu akka garitti qabachun sunura e gama jechu نفسي كنا يتورو وريو كبا ما لفي دنيا أنتم هاجا مميتي وجاجات من لجرا دب لجرا بودا دو أجتشو بودا هو آخرة تجرا جل كام لي دوما كان كام نجتشو غندسان تجرا غندسان يف يادو تنورا إيجاما كام ما جرو كان ركنا جرو كان رتي صبري قط تو إيجاما جتشو رسول صلى الله عليه وسلم ركوله دو تو إنسان رجعي كان هون دايو صبرين بيرة ترن جتشو لا أبسون جتشو ما لفي هاي نهاجا تهلي تو ركولين أدا شتوكس ممكن قيام مراسة بودا nagaati sababu baasu dandeessechu kanaf dai saa guyole muraasa yo kamootu barota muraasa umri isaati rayo ka usudat bodarra ni'ma yo kamootu farajni rabbi subhanahu wa ta'ala isaa fa yo san amootu ittibaa jechu wan argate jazakallahu khair sheikh salih kunna tanaqash fi qadiyya hamma yani ba'd al mushahideen al an khususan min al akhwa wal akhawat aw min ba'd al ghayr al muslimin 'indu ishkalat kayf yuslimun ha'ula yani ma 'indu tasawwur anna ha'ula tama da'watuhum min khilal du'aat wa iqna'uhum wa munaqashatuhum ثم شرح القضية رسالة الإسلام. هذه قضية جزئية مهمة جدا. الجزئية الثانية هذا ما كنا نتحدث عنها، أو لا كان عندهم شكوك وعندهم خوف وتردد، مع ذلك هزموا الخوف وأسلموا. تفضل يا شيخ. اي نعم. بس في دقيقة واحدة ترى يا شيخ. باللغة ايش؟ أبدأ بالأمهري وتكرين عشان أروح للأرومي يا شيخ. ما شاء الله. دقيقة دقيقة. اي أهون يسلم سووتش بوزو عند عند جزية من ليلوس تشلالو نديت نو ندزيه بتولو يسلموا بولوس ليتأيكو يتشلالو جن نزي سووتش أهون شهادة يازو መጽሐፍት አንብቦ ጠይቆ እንደገና ደግሞ አሁን ከዚህ ስቱዲዮ ውጭ ደግሞ ብዙ ዱዓት አሉ። ይሄንን ጉዳይ ስለ እስልምና የሚጠይቁ ሰዎች በተለያየ ወቅት እየደወሉ ተመራምሮ ከዛ ከሲጨርሱ ነው አሁን ሸሃዳ ያዙ እንጂ በአንድ ጊዜ አይደለም። نعم هذه بالامهاري ايه طبعا حجي قد مقرب مالتيكو مسلمو تصنيحو مزوم دو مسلمو زلو سي انتاوانو يمدا تقبلو مخميم يلو سبك حات تقيل مزوم سبات زياتهم بجيكا خبز ستوديو زين تراوس اخا ابوزح مالت مكاتب الله انتايز غبر لهم بتليفون غيروم مصحفتي فيديو تاتريوم تمراميروم كومود ماني فرحز نبوروم نتي فرحي نخلو راح ريحهم بخندي مرمر يوم ابز حجي خنسمع خلنا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله كبل خلو بقليل اي بصحون مالتي قد مقرب دقائق افرحن اب رعد النيروم كل حق بسفلوت وغن كل فرحي كابل بماوص يوم يوم زقبل وزلو مالتي يوم نعم جزاك الله بارك الله طيب بسم الله الرحمن الرحيم بولي وانكي وبولي تيوانتو كاما كابتن امر قفتاجرن شيخني مالني نمون اما كرامتي اسلامات سينني وكان امو كرابروتين اسلام ما قبتاجرن حاله كمين قبتاجرن سجد رتي اكو بكم اسلامتي يرو سينن لغمتي والله نموني هدون امنتي اسلام ما قبتن amanti islam ma kana hubatani ti yokamotu waye isa be kaniti jechu male namni isan dirqeti miti yokamamo soda waye ti yokamotu akasuma faida waye arganna jedani ti miti namoni heddun isani kalesa ka amanti islam ma senega fannan gar wogga afuri waye amanti islam ma qwata turejel ega siyi hubate jalate tinini gar amanti islam ma kana kaseni jechu dura kuno boletin tenna kamare amanti islam ma qabatte gar namasadi tani reef ma kana sakandi dura
كريستانا توراني وكان أمانتي بروتيرا توران جتشو شهادة ما قبتشو إسانيتين وكامو جتشو ترقاسن قلبي إسانيتين أماناني عرب إسانيتين مركنيسو إسانيتين مسلمة هان جتشو إسلام من حالة سلبانة كتت تسينا جتشو كناف هوبتاني تنيني مالي وانبرات في متي يوكا سودان اللي تاتي أمو أمانتي كينا جل قبرت الويسفتو فأتجرا ويفتني تنين حالا مو نمني ورت بيكي فكينا فركينا الرقا وجد إتاتي حالا كنان ويفتي بودر أمو فكينا بيابه فأتجرا أمانتي وفي تجتشو شيخ صالح في دقيقة نصف دقيقة نصف دقيقة باللغتين تذكير ودعوة بالتوبة هو نعم مالت نيمچ ارشا دغا كنبلو ندلي ود سب ابز الدنيا زي نباراي سلازي كوني كل حاجه كما عدوا زلو ناي تخالي تعالم يامو نذا خالي تعالم تكون الناس اسك بحساب كوننا حابيرنا نمرامر منالباش كابتي منجدي ناي نبيات وصينا نخين خون صباح نغو طعسات طعسكا كتملسلو زيت القداي سلازلنا بقدمنا نزي نحسبولو يبلالو شيخ مالتي ምንድነው ያሉ ሸኹ አሁን በዚህ ዓለም አጭር የሆነች ተውበት ብለን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መመለስ አለብን ፍራቻ ወደ ኋላ ጥለን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተመልሰን ተውበት ብለን አንድ ጌታ አንድ ፈጣሪ መሆንን ማወቅ አለብን ይላል سألنا بقية قل من دقيقة طيب. 30 ثانية رجاك دي. طيب إن شاء الله أبولي وانكي أبولي تيوانتو ومرت تيواني الرها أصفنو واهي توبتي وكان ربي تديبوتي akuma beekamu umrii keenna keessa carraan qabnu takkitti maa kanaaf rakkoolee kanaan dura dabarsine yookaan mootu macsiyaa hojjenne yookaan mootu shirkii yookaan kufrii irra turre san irraa as deebine funduratti as deebine gara islaamummaatitti as seenuun toobaa gara rabbii keennatti deebi'utu nurraa eegama yoo toobaa deebine immoo rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ni gammada ni jaalata rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warra tooba waffaqamu nu haa taasisu جزاكم الله خير شيخ صالح جزاك الله خير عزيز شاكر لك وشاكر ان شاء الله منا شاكر لكم جميعا حضوركم والمشاركه صلى الله عليكم الاجر لكم انتم احبتي في الله بعد شكر الله سبحانه وتعالى الشكر الجزيل على بقائكم معنا ودعمكم لنا ومتابعتكم لنا ودعوه من بين ايديكم وتوزيع ارقام الدعاة وايضا نشر بروشور كل حلقه يقع في ايديكم احرصوا على نشرها وكونوا دعاة الله سبحانه وتعالى يدا بيد نسعد الرحمن وندحر الشيطان حتى ألقاكم في الأسبوع القادم أترككم في رعاية المولى سبحانه وتعالى ربي اغفر لي ولوالدي وللمسلمين وللمسلمات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمر لأن يهدي بك الرحمن فؤادا حائر الوجدان فذلك يا أخي خير من الأموال والولدان وخير من هوى الدنيا.